السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايب قلبي في قناة أولاد كل حياتي. وحشتوني وحشتوني حبايبي حبايبي ولادي، ربنا يخليكم ليا يا حبايبي ولا تعلقكم الجميلة اللي زي الفل، والله اللي بتخليني أسعد واحدة وروحيات ربنا وانساك. بصي يا حبايبي، أنا عملنا روتين في المطبخ، طبعا انتوا أشطر مننا وأحسن من كده، بس بالله عليكم يا حبايبي ادعوا لأسرع بنتي إن ربنا ينجحها عشان في تالتة إعدادي، وأسألكم بقى الدعاء وربنا يخليكم لينا. أه يا حبايبي اهو لايك بقى، اللايك اللي بيشجعني كده ويخليني بقى ايه فوق السما السبعة اهو يا حبايبي. حبايبي طبعا انا عملته كده ايه روتين، تعرفين الواحد ما بيقدرش يقف كده وايه وعلى قد الحاجات دي حبايبي. طبعا ايه ما تنسوناش بقى في اللايكات، واللي مش مشترك يا حبايبي في القناة يشترك معانا، وخش يا حبايبي بقى شوفونا كنا عاملين ازاي، متبهدل ازاي، وبعد كده اتروق ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب، حبايب قلب وحشتوني والله، ربنا يخليكم ليا يا قلبي ولا يحرمنيش من تعليقكم الجميلة، ربنا يخليكم يا حبايبي. ان شاء الله بأمر الله هعمل روتين المطبخ النهارده، عشان اوريكم طبعا ايه المطبخ بتاعي عاملين اكل بقى كده وايه، وهوريكم بقى طبعا دلوقتي وبعد ما اخلص بتوبس كده ده كده وتشوفوه ايه بعد ما اخلص. يا حبايب قلبي طبعا ايه شايفين المنظر اهو اهو، بس سبته يتوسخ كده عشان اوريه لكم اهو المنظر انتوا شايفينه ده يا حبايبي اهو. هنروق طبعا مع بعض كده اوريكم قبل وبعد اهو يا حبايبي. شايفين يا قلبي عاملين ازاي، انا روقت المطبخ اهو طبعا بتجهز، انا عامله كده ايه لازقه عشان اعمل ايه دخامه اهو يا حبايبي. النظام بتاع هو طبعا انتوا احسن مننا اشطر مننا حبايبي بقى، طبعا انتوا عارفين الايه الناس الكبيره دي. واصور لكم التاني دور برضو المطبخ فوق، ده مطبخ خشب اهو، طبعا حاطه التوابل هنا كده والسكر والشاي والحاجات دي حاطاها عشان تبقى قريبه مني. طبعا انا عندي بصوا اهو شايفين اهو يا حبيبي السلطانية طبعا بتاعت الجواز بتاعتي، شوفوا بقالها زمان، كنا زمان دي بيعملها بقى على الصوان والحاجات دي فذكرى، فمش هين عليا ان انا ارميها ولا هين عليا ان انا ابهدل فيها. وعندي طبعا الصين وكل حاجة الحمد لله، ربنا يوسع عليكم علينا اهو. شايفين النظام هنا اهو يا حبيبي، شايفين اهو حاطه اهو المنظر مش شايفينه كده اهو. طبعا الخلاط عند الكبة، ربنا يوسع عليكم وعلينا وعلى الناس كلها يا رب، داخل مصر وخارج مصر والدول العربية كلها يا رب. شايفين اهو طبعا عندي اللي ايه بتوع الصلصة دول، انا ما برميش منهم حاجة، فبينفعوني ان انا بحط فيهم ايه ماجي. عندي يعني عندي التوابل هنا، بس انا حاطه برضو ايه الحاجات التوابل بتاعتي برضو هنا كلها، هنا بقى الملح، هنا الدقيق، هنا الشاي بقى ايه بفضي منه كده. طبعا العلبه دي عند الهون، العلبه دي بحط فيها التوابل الزياده عشان طبعا اما اعوز انا بقى مثلا بجيب كميه توابل وبعد كده بقى ايه بفرمها واحطها بقى ايه على قد كده، وبعد كده اروح ايه شايلاها عشان ما تتبهدلش مني كلها اهو يا حبايبي. شايفين اللايك يا جماعه، ما تنسوناش في اللايك بالله عليكم وحبايبي، والله العظيم اليوتيوب بيحبك ان انت تشاهدي اقل حاجه لا دقيقه لا دقيقتين، فده المصلحه ليك انت. فانا والله اي فيديو انا بشاهده والله والله كام مره انا بشاهده حوالي دقيقتين واحط اللايك يا جماعه والله، لان اللايك مش هيعمل معانا حاجه، مش هيأثر معانا حاجه في حاجه، بس ان احنا بنرفع بعض ببعض. احنا طبعا كلنا لازم ندعم بعض يا حبايبي، لان احنا كلنا هنكبر ببعض وربنا يخليكم لنا يا حبايب قلبي اهو. ما انا جبت الحاجات دي الحمد لله اهو اهو، بروك النظام بتاعي اهو، حاجات على قد بقى كده طبعا ايه، حاجات طبعا الناس اللي هم الغلابه بقى، ده على قد حبايبي طبعا. احنا كان زمان لا بنجيب نيش ولا بنجيب حاجه، نجيب البوفيه كده بالازاز بتاعه فبنحط فيه الحاجه بتاعتنا، فالحمد لله يا حبايبي
ربنا يوسعها عليكم يا رب، خلوكم لينا وما يحرمناش منكم ولا تعلقكم الجميله. اهو يا حبايبي، والحلل بتاعت هي اهو شايفين اهو يا حبايبي. بس انا بقى ايه، بحب بميل للالومنيا شويه، بحب الالومنيا. انا عندي دول بقى شايلاهم صراحه، يعني ان انا بعمل في التانيين، ممكن انا بصور في القناه في اللي هم الحلل الثانيه، فطبعا ايه بحب ان انا احافظ على حاجه كده شويه. واحنا بقى انت عارف فين الفلاحين بقى، يقول لك لولا الفلاح ما كانش ابو عمه ولا ابو بنطلون ارتاح. حبايبي دي بقى البلاستيكات والحاجات دي، شايفين بتوع الناس الكبار اهو يا حبايبي. وعلقوا لي بقى التعليق الجميل اللي انتوا بتخلوني اسعد واحده والله، وانتوا بتعلقوا لي التعليق بتاعكم الايه الجميل. الفوكس بتاعي اهو، هوريكم فوق برده تاني ان شاء الله، اعمل لكم حلقه على فوق. وهو يا حبايبي يلا بقى، انتوا ايه جدعانوا كده، وانتوا طبعا اشطر مننا واحسن مننا، جدعانوا بقى يا حبايبي واشطروا كده. البنات بناتي الحلوين، ما تكسلوش على الحاجه، وقوموا اعملوا حاجبكم. وايه وحبايبي مش قادره اقول لكم بقى حاجات اكتر من كده، ربنا يخليكم ليا وتعليقكم جميله، ما نحرمش منكم يا رب. وسايباكم يا حبايبي في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.